you
صلت عليه. الله افتح عليك يا سيد. يا عيدي هو
يضاهئون قول الذين
سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأهوائهم Yeah.
جمال كله يا شيخ عامر، افتح عليك افتح عليك يا شيخ عامر. بسم الله الرحمن الرحيم. كما كان البحر مجادلة كلمات ربي لا نفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدحا. وهكذا يا إخوة الإيمان والإسلام، لقد عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة الذي تلاها علينا من فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ عامر السجس القارئ والمقيم بزاوية حمور مركز مدينة تلمون، إدارة الصوت وإدارة أولاد خشب المقيمين بقوم الحافظ. وشكر الله سعيكم جميعا، وشكر الله سعيكم جميعا، والبقاء لله وحده. أشرف عيسى كفر الزيات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عامل ايه؟